انظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان أو منزلة أو من دون ذلك من الأكفاء والخلطاء والإخوان، فوطن نفسك في صحبته على أن تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاض عليك مما قبله غير معاتب ولا مستبطئ ولا مستزيد، فإن المعاتبة مقطعة للود، وإن الاستزادة من الجشع، وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلق مقرب لك كلما تتوق إليه نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروءة. هذه بعض وصايا الأديب الفذ عبد الله بن المقفع من كتابه الشهير الأدب الصغير والأدب الكبير، أحد أهم مؤلفاته على الإطلاق. وابن المقفع الذي عاش بين عامي 106 142 من الهجرة من الأدباء الموسوعيين، كان مطلعاً على ثقافة الفرس وآدابهم، وقارئاً لما ترجمه الفرس عن الهنود وشعوب آسيا إلى جانب ثقافته العربية ونبوغه الأدبي. قسم ابن المقفع الكتاب إلى مقدمة وجزء أول عنونه الأدب الصغير، وجزء ثان عنونه الأدب الكبير. الأدب الصغير رسالة قصيرة من 30 صحيفة تناول فيها مجموعة متنوعة من الدروس الخلقية والاجتماعية. الأدب الكبير قسمه ابن المقفع إلى قسمين رئيسين: السلطان والصداقة، وصايا للسلطان أولي الأمر وحث لهما على الابتعاد عن الكبر والظلم والمتملقين، ومواعظ عن الصداقة بدأها بفضيلة الوفاء: أبذل لصديقك دمك ومالك، ثم حث على آداب معاملة الرفيق خاصة الاستماع الجيد وخفض الصوت وعدم تسفيه رأي الجلساء.